ناخذ موضوع جديد بالميكانيك الهندسي اللي هو المومنت اوف انيرشيا اللي هو العزم الثاني للمساحه. طبعا هذا المومنت اوف انيرشيا راح نحتاجه بالمرحله الثانيه ماده المقاومه، نحتاجه بالمرحله الثالثه بالانشاءات، مرحله رابعه ممكن تلقوه بماده الاسس. فهو موضوع جدا مهم وهو الموضوع الاخير اللي راح ناخذه بالميكانيك الهندسي. فالموضوع سهل لكن انتبه وياي. المومنت اوف انيرشيا احس به عن طريق الانتجريشن، تكامل. اذا هو العزم الثاني للمساحه، طبعا حول محور معين، ممكن يكون حول محور الاكس او حول محور الواي. شلون احس به؟ المومنت اوف انيرشيا نرمز له بالرمز اي. فاذا اريده حول محور الاكس حيكون شنو؟ اي اكس اللي هو العزم حول الاكس. لكن الاكس هنا مو اي محور، هنا الاكس هو اللي يمثل لي السنترويد. هنا عندي اكس برايم وواي برايم، يعني هنا المومنت اوف انيرشيا راح احس به حول هذا المحور وهذا المحور اللي هم يمثلوا لي السنترويد. لذلك الجسم اذا ما اعرف السنترويد اله لازم بالبداية احسبه وبعدها اجي للمومنت اوف انيرشيا يلا اقدر احسبه. واضح؟ اذا المومنت اوف انيرشيا الى علاقة مباشرة بالسنترويد. على فرض انه ثاني عندي السنترويد واريد احسب المومنت اوف انيرشيا، راح يكون حول هذا المحور مثل ما قلت اي اكس. شو يساوي؟ تكامل الشنو؟ بما انه انا دا اشتغل حول الاكس اذا راح اخذ واي تربيع. اوكي، واي تربيع في دي اي. الدي اي شنو؟ مساحة الشريحة، مساحة الشريحة. الشريحة اللي راح اخذها شنو؟ شنو مساحتها؟ وتطرقنا للشرائح بموضوع السنترويد. يعني مثلا اذا عندي هذا الشكل اوكي واريد اخذ له شريحة، طبعا هذا اذا العرض مالته بي، الارتفاع الى اتش، هذه الشريحة اللي راح اخذها مو؟ طبعا هذا الاكس، هذا الواي اكسس، هذا الاي اكس، الاكس اكسس، وراح تكون الاي او الدي اي شو يساوي لي؟ بي، هذا البي وهذا دي واي، فراح تصير بي في دي واي. فهذه هي مساحة الشريحة. طبعا حتى من اكامل انا راح اكملها بالنسبة للواي. اوكي، هذا بالنسبة إذا أحكي عن moment of inertia حول الـ X، أوكي، للـ centroidal X axis. إذا أريد حول الـ Y نفس الشيء، X تربيع dA. طبعا حدود التكامل راح أحكي عنها، راح ناخذها، يعني أحاول نتطرق لها بالمثال أفضل، اللي هي تكون مثلا من H1 الى H2، او مثلا من H على 2 سالب H على 2 الى بلس H على 2. هذه نطرق المثال، يعني الشريحة مالتك انت شلون راح تتحرك من شنو الى شنو، اصغر قيمة ممكن تنزل الها الى اصعب اعلى قيمة ممكن تصعد الها. فهذه اكو هي اللي تمثل لي حدود التكامل حسب شكل الشريحة اللي انت تاخذها. ومثل ما قلت لك هذا الشيء يعني ما اريد اتطرق له هسه حاليا، بالمثال يكون اوضح. هذول القانونين هذا وهذا لما اريد احسب مومنت اوف انيرشيا اباوت سنترويدال اكسس، يعني شنو؟ حول السنترويد. هسه انا هذه النقطة اللي بالنص هي اللي تمثل لي شنو؟ السنترويد للجسم. فهذا المحور وهذا المحور هم السنترويد لهذا الجسم. فاني اريد اخذ مومنت اوف انيرشيا اباوت ذيس اكسس حول ذول المحورين.
لكن اذا يطلب من عندي المومنت اوف انرشيا حول محور معين. يعني شنو؟ يعني مثلا اذا اريد اباع لهذا الشكل هنا بهذا الشكل، شو يريد المومنت؟ يريد المومنت حول محاور الاكس والواي. هسه هذا بالله محور الاكس ومحور الواي، يعني اكيد هم ما يمثلوا لي السنترويد، لانه السنترويد ضمن الجسم مو، يعني ممكن يكون هنا السنترويد. فاني لا اريد احول محور الاكس ومحور الواي. اللي اسوي شنو؟ لازم بالبدايه احسب مومنت اوف انرشيا حول محاور السنترويد، يعني هذول الطريقتين 1 و2، يعني لازم احسبهم بالبدايه اوكي، وبعدها انقل هذا المومنت اوف انرشيا. شلون؟ باستخدام القوانين التاليه. طبعا هو نفس القانون عليه تعديل. راح اجي اقول اي اكس شو يساوي، احسب الاي اكس حول السنترويد اكسس اللي هو هذا، هذا القيمه اجي اعوضها هنا، بعد اضيف وياها اي دي واي سكوير، اي دي واي سكوير. تمام، بما انه انا دا اشتغل حول محور الاكس فالمسافات اللي اخذها شنو؟ واي. اي واي حول محور الواي هسه شو يساوي لي؟ يساوي اي واي اللي هو هذا، شلون انقله؟ منين اجيبه؟ راح افرغ منه، اللي هو هذا بلس اي، وانا اذا راح اخذ المسافات دي اكس، دي اكس تربيع. خلاص نقلت. اذا بالبدايه انا ايش اسوي؟ احسب اول خطوه اسويها احسب المومنت اوف انرشيا حول محاور السنترويد اوكي، اللي هم هذولي هنا رسمتهم بالخط الاحمر اوكي، باستخدام هذول القانونين 1 و2. بعدها استخدم القانون مالتي انه انقل كانما المومنت اوف انرشيا من حول السنترويد الى اي محور انا موجود عندي. طبعا الدي واي والدي اكس، هسه هذه الدي واي شنو؟ هي المسافه منين؟ من السنتر، من السنترويد الى شنو؟ المحور الجديد. وبالنسبة للدي اكس هو المسافة من السنترويد للمحور الجديد وخلاص. وبالنسبة لاي هي الاريا للجسم الكلي وخلاص. اذا هي مجرد انه تعويضات بالشكل، تعويضات بالقانون عذرا، ومن عدها تحسب المومنت اوف انرشيا حول اي محور انت تريده. راح نتطرق الى مثال ان شاء الله تكون الصورة اوضح. شكرا جزيلا.